وأنا في المغرب بالصدفة البحتة وفي اللحظات الأخيرة قبل سفري التقيت ببنتين في مكان عام في مول، هحكي الحكاية في وجودهم وهتشوفوها، شكل بعض قوي، فطلعوا توأم ولقيت ناس بتصوروا معاهم، هما جايين يسلموا عليا وناس بتصوروا معاهم، فلما قابلتهم عرفت انهم مطربتين صفاء وهناء، دول فازوا باكس فاكتور 2007 ببيروت وبيشتغلوا بالخياطه بس بيعملوا الدكتوراه في البيزنس في الاقتصاد، يعني كل حاجه مع بعضيها. فقلت التركيبه حلوه قوي والاتنين عندهم صفحه واحده على الفيسبوك وكده، فقلت لهم تيجوا نسجل، قالوا لي يا خبر عندك والمصر فورا متكرمتان. يعني طلعنا نصبنا العدة تاني والكاميرات وبدأت تسجل على إن هعمل فقرة تلت ساعة، طلعت معايا ساعة ونص، طلعت سهرة حلقة كاملة حذاعها على حضراتكم قريبا من الأختين الحلوين اللي حافظين كل الغنى الشرقي القديم والجميل. ناخد لقطة نشوفهم واطلع فاصل ونتقابل بعد الفاصل. طول عمري بخاف من الحب، وسرقة الحب وظلم الحب لكل أصحابه، ترارارا خاف من الحب وسرت الحب وظلم الحب لكل أصحابه، وأعرف حكايات مليانة حكايات